نور، انا عايزه اقول لك مبروك لان انت كسبتي معانا في البرنامج، وكنتي من اوائل 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 البنات اللي كسبت. قولي لي، حاسه بايه؟ فرحانه قوي. طب ايه اصعب اوضه عديتي بيها معانا؟ الكلب اللي هو كان هينزل عليا. العلوم دي اكتر حاجه. ليه بقى؟ عشان انا كنت فاكره ان هي كان في ميه وهي طلعت ما فيهاش ميه. بس هي لا، كان فيها ميه. مين اللي قال لك ما فيهاش ميه؟ مين اللي قال؟ معرفش. تحبي تقولي ايه لكل اسرتك اللي ساعدتك ودعمتك لحد ما وصلتي هنا في البرنامج وكسبتي كمان؟ تقولي لهم ايه خلال الكاميرا بتاعتك؟ انا اقول لهم الله شكرا جدا اللي انا جيت هنا وبحب شيناء قوي، زي اسمه مامتي اسمها شيناء. انا اللي بحبك قوي وبحب مامتك وبحبها اكتر عشان هي خلفت بنوته قمر وجميله ومؤدبه زي. دلوقتي بقى انا هستأذنك ان انا هروح ثانية اعمل بس مكالمة تليفون صغنونة قد كده وارجع لك. ماشي؟ اوكي ماشي. ده ايه؟ مين؟ انا نور. وين اللي جاي بكلام نور؟ شيماء. شيماء مين؟ اللي كانت هنا. هم اصحاب البنت دول اسمهم شيماء؟ اه. اصل انا بقالي 20 سنة وما اعرفش مين اصحاب البنت. انت راجل طيب. انت كويسة يعني؟ اه. انت عرفتي منين انا من هنا طيب؟ من هنا. حاسه بيه؟ حاسه ان انا بحبك. سلمي عليا. هاتي حضن. بابا بابا بابا. انا عايزه اقول لك يا نور برافو عليكي، لانك كنتي اشجع بنت جت عندي هنا في غرفه الانترفيو في البرنامج كله. مبروك يا نور عليك الهدية الجميلة، وبجد انت نورتينا. اتفضلي. شكرا. باي باي. يا نور. نعم. انت بتحبيني؟ اه، بحب كمان الدبدوب اللي قام ده. يلا خديه واطلعوا بقى. انكجيني. انت وحشيني قوي.